مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا، وكل وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه عاملين فيها اكله لذيذه جدا، عاملين لحمه بالبصل والبطاطس يخني كده لذيذه قوي، والصوص فيها جميل مستوحاه من المطبخ الفرنسي. عاملين رز بني بشوية منكهات كده جميلة ولذيذ جدا، عاملين كمان سلطة فراخ مشوية بمربة بالدريسنج مربة المانجا. الدريسنج يا جماعة، دريسنج أي سلطة من عوامل نجاحه إنه زي ما يكون في حاجة مززة زي الليمون أو عصير البرتقال أو الخل، يكون في برضو حاجة مسكرة زي المربى أو العسل أو السكر. فإحنا عاملين النهاردة دريسنج بمربى المانجا عشان هتدينا دريسنج مش طبيعي، هتدينا نتيجة جميلة جدا. قبل ما ابدا اقول مقادير او اي حاجه، انا عايزه اجيب اكبر حله من حلل نيو كلاين هنا، هحطها على النار تسخن عشان انا عايزه اعمل اليخني دي براحتي خالص، ويبقى معايا مساحه كبيره اللحمه تاخد تشويحتها الكويسه وكرملتها الكويسه، ويبقى عندي مساحه للصوص وكل حاجه. يلا حط الحله تسخن على اعلى درجه حراره واكبر عين، وانا الحله دي هتعمل لي يخني ممتازه انا عارفه، لانها بتوزع الحراره بطريقه ممتازه. وعبال ما هي تسخن احنا نقول المقادير. عندنا لحمه بالبطاطس والبصل، عندنا كيلو لحمه مكعبات متوسطه، عندنا كيلو بطاطس قرمة او اورما، يعني في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده، اورما اللي هي البصل الصغير الابيض ده، واي بصل ينفع. لو ما عندناش البصل الصغير الاربع بصل او قطعوها ارباع يا جماعه شغال. كيلو بطاطس صغيرة من البيبي بوتيتو أو البطاطس اللي حجمها صغير شوية، كوبايتين من الجزر الشرايح، وطبق من المشروم الفريش قطعوه ربع أو سيبوه زي ما هو سليم، أربع فصوص من الثوم الصحيح، وأربع أعواد من الزعتر الفريش، وربع كوباية من الخل، ومرقة وزبدة ونشا، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. لو حد حاسس ان هو مش حابب الطعم المزز في الخل ممكن يستبعده، ولكن هو الحقيقة بيدي نتيجة ممتازة وجميلة جدا. يلا بينا نبدأ شغل على طول. عندي هنا الزبدة، وعندي اللحمة، هما البداية. هفتح على الحلة، وانا بس عايزة الحلة ايه تسخن كويس، عايزاها تسخن لدرجة ان انا احس ان اللحمة اول ما تنزل هتاخد الكرملة المناسبة ليها على طول، مش هتنزل مية. طبعا اسوأ حاجة ممكن اعملها في حياتي ان انا يبقى معايا لحمة كده جميلة ولذيذة ونظيفة ودفع فيها فلوس ونزل ميتها، ابقى انا حرفيا ضيعت كل حلاوة اللحمة دي في ولا حاجة، بخرت جزء كبير جدا من نكهتها ومن فايدتها. فعشان كده بنأكد على تسخين الحلة كويس جدا. الحركة بتاعت الكم دي يا جماعة انا عايزة اقول لكم انها خلاص بقت يعني ايه منقذة لحياتي في أي موقف، هلم كمي واشتغل على طول من غير ما اتضايق، مريحة قوي بصراحة. يلا في الحلة هنحط شوية زيت صغيرين، شوية الزيت الصغيرين الغرض منهم حماية الزبدة من الاحتراق. هناخد الزبدة وهناخد سباتشولا، وهننزل المكعبين بتوع الزبدة زي ما هما كاملين. عايزين نسخن الزبده كويس، مش عايزه اللحمه تنزل ميتها زي ما اتفقنا، فعشان كده احنا عاملين حسابنا الزبده تسخن كويس قوي. ممكن نعمل حركه لطيفه كده قبل ما نحط اللحمه، هاجي هنا على بوله او في بوله ممكن احط اللحمه واديها رشه من جوزة الطيب، ملح، فلفل اسود، بحب مع التوابل احط لها نقطه زيت كمان، الغرض منها انها تساعدني اخلي التوابل تلزق على اللحمه. وهاجي كده واقلب بالسباتشولا كويس جدا، اتاكد ان الملح وجوزة الطيب والفلفل اتوزعوا على اللحمه بتاعتي كويس قوي. ويلا بينا هنبدا دلوقتي نحط اللحمه في الحله،
واحدة واحدة، عارفين واحدة واحدة ورانا ايه بالظبط، واحدة واحدة ورانا ايه. عايزاكوا بالراحة خالص تنزلوا اللحمة قطعة قطعة في الزبدة السخنة من غير ما تحركوها تاني. الغرض من من البراحة اللي احنا بنعمله ده ان اللحمة تنزل في الحرارة، مسامها تقفل على طول، وبنزلها بالراحة عشان ما بردش الحلة بتاعتي. لو نزلتها كده ايه دلق مرة واحدة، درجة حرارة الحلة هتنزل على طول، هتبرد، وبالتالي اللحمة مش هتبقى بتتكرمل ولا مسامها بتقفل ولا حاجة، بالعكس ده انا هبقى بنزل ميتها، وهو الحاجة اللي انا بحاول اتجنبها من الاول، وبنتكلم في ده بقالنا كتير. بالهداوة يا جماعة. حاجات بسيطة صغيرة تفرق جدا في نجاح الوصفة وفي النتيجة النهائية، فأرجوكوا اهتموا بيها. تفصيلة بسيطة زي دي، زي ان انا اتأنى في ان انا انزل اللحمة الحلة، تفرق لي فرق رهيب وتأثر على النتيجة تأثير كبير جدا جدا جدا. حجم اللحمة طبعا انا مخليها متوسط، تقدروا تخلوها اكبر من كده لو حابين، ولكن هي لطيفة كده وزي الفل، مش محتاجين اكتر من كده الحقيقة. ما نقعدش بقى نقلب كتير، يعني هري في ناس كده عندها مرض التقليب، تقعد تقلب 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 طول ما الاكل على النار. لا، ده مش صح وغلط، وبيهري الاكل وبينزل ميته وبيخليه ما ياخدش كرملته صح، فمش عايزين بقى نقرب منها كتير. نصبر لما الناحية اللي نزلت على الحلة دي تاخد تشويحتها تماما، بعد كده هنبدأ نعمل ايه، نقلب. طيب تعالوا نعمل الرز بالمرة واحنا واقفين. انا هجيب حلة تانية وهحطها على العين المتوسطة دي، وبرضه هعلي عليها درجة الحرارة واسيبها تسخن، ولحد ما هي تسخن اخد بق قهوة. عندي صداع النهاردة يا جماعة، ما يعلم بيه الا ربنا، بس خدت حاجة للصداع وهبقى تمام دلوقتي ان شاء الله. ناخد البصل وناخد ده، انا ما قلتش المقادير، استنوا. مصدعة ليه بقى؟ انا مصدعة عشان متعصبة. ايه ايه مش سامعة؟ فاصل ماشي، هنطلع فاصل، لما نرجع بقى اقول لكم انا متعصبة ليه، واقول لكم مقادير الرز ونكمل وصفاتنا. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، وتعالوا اوريكم اللحمة. بصوا ده اللون اللي احنا عايزينه. طيب لما اشوف اللون ده اعمل ايه؟ اقوم بقى جاية منزلة البصل، منزلة الجزر، منزلة الثوم فصوص زي ما هو، منزلة المشروم، ونقلب. طبعا دي أكلة الخضار فيها كتير، فيعني هتلاقوا كده الخضار ايه قد اللحمة مرتين، وانا بالنسبة لي دي طريقة لطيفة جدا للتوفير ولزيادة كمية الأكلة من غير ما نضطر ندفع في اللحمة اللي بقت غالية جدا، كمية أكبر يعني، وبرضو بقت وجبة متوازنة.
فيها خضار ونشويات، مع البطاطس نشويات، وفيها خضروات، وفيها بروتين اللي هو اللحمه، وفيها بروتين من المشروم برضو، ففي توازن كده في الموضوع. فاضل بقى نعمل ايه؟ هحط البابريكا والبهارات، وبالمناسبه احنا ممكن نكتفي بالملح والفلفل وجوز الطيب، وهناخد اكله جميله جدا. وانا بقوم اخده كده كام عود زعتر، ما بشيلهمش ولا ما بشيلهمش من على الاعواد ولا اي حاجه، زي ما هم كده بنزلهم في الاكله. بعد كده انا بلاقي في الاخر خالص بعد ما اليخني دي تقعد على النار، بلاقي الورق كله وقع وفاضل الاعواد، بقوم شايلاها. وطبعا في اوبشن تاني ان انا اشيل الورق، بس يعني هو ملوش لازمه خالص. ايه يا نور؟ مين؟ اوكي يا يوسف. ازي حضرتك يا شمسار؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ انا اللي كلمتك. عارفاك يا بابا، لا يمكن انساك طبعا. اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ الحمد لله. انا عايزه اطلع معاكي. تطلع معايا في الحلقه؟ اه يلا كلم نور ونشوف كده لو ممكن نجيبك معانا في حلقه. اقول لها بس انت بتعرف تعمل ايه وهي تظبط معاك يا حبيبي. اهلا وسهلا بيك يا يوسف، نورتني يا حبيبي وشرفتني. قلبنا كل حاجه مع بعضيها، محتاجين يعني سن التشويح، مش تشويح كتير. حدي التشويح ده، انا ما حطيتش الخل ولا النشا ولا المرقه لحد دلوقتي، هسيب بس الخضار كله يتشوح مع بعضه لحد ما اعمل ده. تعالوا نقول مقادير الرز اللي برضو عايزين نبدا فيه. الرز علشان نعمله هنحتاج التالي: 3 كوبايات من الرز البسمتي. انا مستخدمه رز بسمتي ابيض عادي، وممكن تعملوه برز مصري، وممكن برز بسمتي اللي هو الذهبي، براحتكم، شغال مش كله شغال. عندنا كمان بصلتين بيض مكعبات، متقطعين مكعبات، 6 كوبايات من المرقه، عشان عندنا 3 كوبايات من الرز البسمتي، كل كوبايه بتاخد كوبايتين من السائل، يبقى 6 كوبايات مرقه. زيت نباتي وزبده، ورقتين لورا، وواحده لومي، لومي اللي هو الليمون الناشف، فصين من الحبهان الصحيح، 3 حبات من القرنفل الصحيح، معلقه صغيره من الكباب الصيني، و معلقه صغيره من الكمون، ورشه من جوزة الطيب. الكباب الصيني احنا حاطينها حبات، يعني مش حاطينها مطحونه، فحاطين 4 حبات هتدي طعمها كده. والكمون نفس الحاجه، حاطينه برده حبوب صحيحه. ويلا بينا نبدا شغل على طول. ادي الزبده، وهاخد معايا التوابل، الكمون وكل التوابل الجافه. عندي هنا الحلة على النار أنا سايباها، ادي شوية زيت، وادي مكعبين من الزبدة. هنستنى الزبدة تسخن وأنا هحط معاها كل التوابل الجافة، الكمون واللورا والكبابة الصيني وكل حاجة. طب يا سارة أنا ما عنديش كبابة صيني صحيحة، عادي استخدمي مطحون أو الغيها خالص. هنا بقى على اللحمة حاجي أدي تقليبة. بصوا كل حاجة أخدت كرملة كده ظريفة ولطيفة، المشروم والبصل والبطاطس، وأنا الحقيقة كده وصلت لدرجة من الكرملة أنا عارفة أنها هتديني نكهة جميلة جدا. هطفي الحلة دي بالخل، هضيف المرقة، وهغطي عليها واسيب كل حاجة تستوي. انا بس حابة اضيف شوية مية سخنة كمان. هقلب كل حاجة عشان اضمن ان انا طلعت اي كرمله من قاع الحله كده. بس تقليبه كده، الرائحه قاتله، ريحتها مش عايزه اقول لك. هنقلب هنا التوابل، انا سمعها بالطقطق، ما دام سمعتها بالطقطق يبقى اجي احط لها البصل.
هنشوح البصل، نديله أطراف بني كده عشان الرز يبقى لونه بني زيه، مع كل التوابل الموجودة. نقلب كله مع بعضه. حدي البصل، رشة من جوزة الطيب، رشة من الفلفل، ورشة من الملح. وهقلبه. واسيبه على النار ياخد الاطراف البني اللي انا عايزاها. طيب انا لسه عندي النشا بتاع اليخني ما عملتش بيه حاجه، طب احنا هنعمل بيه ايه يا ساره؟ هنشوف. يا اما احتاجناه عشان نكثف الصوص، يا اما البطاطس كانت نشويه كفايه ان هي تكثف لي الصوص. هل اقدر اعرف ده دلوقتي؟ لا خالص، بعرفه في الاخر بعد ما السوى يكون تم تقريبا. فهنسيبه على النار، سايبين البصل على النار، وهنطلع فاصل صغير جدا نجيب مقادير السلطه ونرجع نعملها مع بعض. مستنيكم. رجعنا من الفاصل. بصوا لون البصل بقى ايه، البني اللي احنا عايزينه، زي بصل السمك كده. حد بيقول لي ده كده اتحرق؟ لا ما اتحرقش طبعا، ما اتحرقش طبعا، ما اتحرقش طبعا. واللي بيعمل رز سمك عارف ان ده كده ما اتحرقش، هو ده اللي بيديه الطعم. هنزل المرقه على البصل. طبعا الحله سخنه قوي والمرقه اصلا دافيه، فالموضوع يعني ايه هيغلي بسرعه. هلاقي بقى المرقه بقى لونها بني طبعا من كرمله البصل ومن طعمه. هقوم منزله الرز يستوي فيها. يا سلام على شويه الرز دول. وعلى فكره الرز ده بيليق مع السمك جدا. الناس اللي بتبقى مكسله تعمل رز صياديه، الرز ده اسرع بكتير من رز صياديه وبيبقى رائع مع السمك. هقلب. انا حاسه ان هو محتاج شويه ميه فهزودها. هظبط الملح. تقليبة. والنار على أعلى حاجة طبعا لأن لسه عندنا كل مية الرز ما تشربتش. وهنغطي عليه ونسيبه بقى براحته، نار عالية لحد ما يشرب ميته. بعد كده هنوطي النار ونسيبه يكمل سوا على البخار. نشيل الحاجات الفاضية دي ونرجع نشوف عندنا ايه تاني. تعالوا نبص بسرعة على اللحمة كده. بصوا كل شوية كده تفتحوا عليها بس تطمنوا ان ايه لسه فيها مية وصوص، وتدوها تقليبة. طبعا احنا هنسيب اللحمة دي على النار الهادية مدة طويلة، نار متوسطة كده أو هادية مدة طويلة، تدوب لنا اللحمة وتخليها إيه جميلة. طبعا لو حد حابب يعمل نفس الوصفة دي لقطعة كده كبيرة أو قطعة بالعظم مفيش مشكلة خالص. يلا نشوف مقادير السلطة ونشوف هنعملها إزاي. وصفة بيتراك النهاردة سلطة فراخ مشوية بمربة أو بدريسنج مربة المانجا. عندنا صدرين فراخ، عندنا كابوتشا مقطعينها مكعبات قد راس كاملة يعني، ذرة حلوة قد كوباية، عندنا شوية زيتون أخضر على أسود شرايح، عيش شامي او عيش تورتيه او اي عيش في الدنيا انتوا حابينه، وتوست ما فيش مشكله برضو مقطعينه ومحمصينه او قلينه. الدريسنج هيكون معلقه صغيره من الثوم المفروم، وربع كوبايه من عصير الليمون، مربه مانجا من فيتراك، وربع كوبايه خل، زيت زيتون وملح. مربى هتعمل لنا معادله للطعم وهتظبطه وتخليه رائع. تعالوا نعمل الدريسنج الاول، او تعالوا نحط الفراخ على النار الاول. الفراخ هنجيب لها طب ايه حضر يعني فين فين يعني انا اطلعها ازاي دي؟ ان شاء الله دخلوا لي طاسه جريل من فضلكم. يلا هناخد الفراخ
وهناخد قطعه عمال افكر اقطعها ولا اسيبها من غير تقطيع. لا انا هسيبها من غير تقطيع. هدي الفراخ رشه من جوزة الطيب على الناحيتين، رشه من الملح، الطاسه الجريل بسرعه، رشه من الفلفل الاسود، وكده الفراخ جاهزه. ممكن ادقها لو انا عايزه يعني، وممكن اسيبها زي ما هي. يعني انا هديها ايه، دقه بسيطه كده لاي حاجه تقيله. لا طبعا لا، وانتوا عارفين ليه. هجيب طاسه كده يا جماعه او اي مدق فراخ، وهعمل ايه، هدق الفراخ شويه اخليها فلات، وكده الفراخ بقت تمام. ناقص نحطها على الشوايه. تمام، هنحط الشوايه على النار. عايزه بس اعمل ايه، عمليه تبديل كده اماكن. نعمل ايه يا ساره، الدنيا مزنقه عندي. ماشي، هرجع دي كده ورا، وهاجي هنا احط طاسه جريل على النار وهسيبها تسخن كويس قوي. لحد ما تسخن انا ممكن اعمل الدريسنج بتاع السلطه. الفراخ كده جاهزه على انها تاخد التشويق الشوي بتاعها والدقه وكل حاجه. اللي مش حابب يدقها مفيش مشكله خالص، هي مجرد دقه بسيطه يعني. تعالوا نعمل الدريسنج. هنحط عصير الليمون، هنحط الخل، هنحط الثوم، هنحط زيت الزيتون، وهناخد من مربى المانجا من فيتروك. هي الحاجه المسكره في دريسنج النهارده. اتفقنا ان اي دريسنج زي ما بيكون فيه طعم مزز، زي ما بيكون فيه ماده دهنيه، لازم برضو يكون فيه حاجه مسكره. الحاجه المسكره دي قد تكون عسل، قد تكون سكر، قد تكون مربى، على حسب النكهه اللي انا عايزه اعملها. مربى المانجا هي هتكون مناسبه جدا جدا للدريسنج بتاعي النهارده. هاخد معلقه منها، وانا مستخدمه المربى البيوري. تقدروا تستخدموا المربى القطع عادي، بس البيوري هتخلي الدريسنج انعم اكيد. معلقه مع الخل والليمون اللي محطوطين دول هتظبط لنا الدنيا جدا. هدي بس ايه، هرسه كده بسيطه للمربى، طبعا بما انها بيوري ففي ثانيه يعني بتظبط معايا. هاجي دلوقتي هجيب الملح والفلفل الاسود، ملح، فلفل اسود، مضرب سلك، وهبدا اخلط الدريسنج. هتلاحظوا طبعا ان مع كل تقليبه الدريسنج بيتقل، بياخد قوام كريمي، وهوريكم ده دلوقتي حالا بس بعد ما نقلبه كويس. تعالوا اوريكم القوام بقى عامل ازاي.
بصوا الدريسنج اللي كان كل مكوناته سائلة بقى تقيل شوية، حتى لو هتلاحظوا بيغلي في المعلقة. ده بالظبط اللي أنا عايزاه. هسيب الدريسنج على جنب لحد ما أرص السلطة وأعمل الفراخ. طيب الشواية بتاعتي على النار، أنا سايباها تسخن. تعالوا نبص بص على الرز، هنلاقي إن هو شرب ميته، فإحنا ممكن نوطي عليه شوية. هديله تقليبة قبل ما أكمل. بص لونه، لونه تحفة، ريحته فظيعة، هيليق جدا على أكلة النهاردة. ويلا بينا اليخني. طبعا برضو تعالوا نبص بص عليها، هنلاقيها اهي بتشرب ميتها وبتستوي وكل امورنا تمام. يلا الشواية بقى هنا عايزين نحط لها شوية زيت. حاجة بسيطة خالص، احنا هنشوي يعني، نوزعه كده. وهنيجي بصدور الفراخ ننزلها. بس انا عايزة اعمل تيست برضو، لا بأي حاجة، ثواني كده. انا حاساها لسه ثانية، لا تمام. يلا بينا ناخد صدر الفرخة وننزل كده، وادي التاني وننزل كده، وهنسيبه يستوي. تعالوا لحد ما يستوي نحضر طبق السلطة. ايه؟ نطلع فاصل، ما رصش السلطة لحد ما الفراخ تتشوي. دقيقة، يلا نرص السلطة على الطبق قبل ما نطلع فاصل عشان نبقى جاهزين على ان الاكل ايه يتقدم. طبق كبير مفرود، اللي عايز يقلب كل حاجة على بعضيها يا جماعة ممكن، مفيش مشكلة خالص طبعا، واللي حابب ان هو يرص يرص. انا والله بيني وبينكم حاسة انها لو اتقلبت هتكون احلى، فانا هعمل كده، هقلب وبعدين احط في الطبق. هجيب بولة كبيرة هحط الخس، هحط العيش، هحط الذرة، هحط الزيتون، وهقلب كل حاجة مع بعضيها تقليب خفيف كده. بس وحاجي احطها في طبق، مش هحط لها الدريسنج دلوقتي خالص، هخليه للاخر عشان اضمن ان العيش يفضل مقرمش والخس كمان يفضل مقرمش. هوزع في طبق التقديم ده واستنى الفراخ اللي هتنزل على وشها متقطعه، هقطعها اول ما اطلعها من على النار، ونحط بقى الدريسنج في الاخر خالص عشان نضمن ان مفيش اي حاجه هتدبل او تبوش او يعني ايه ما تبقاش كانها فريش. وده كده طبق السلطه مستني الفراخ. ايه رايكم لحد ما الفراخ تستوي؟ تطلعوا فاصل صغير جدا وترجعوا نقدم مع بعض اكلنا، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، احنا عملنا ايه؟ شوينا الفراخ. وهاجي دلوقتي دي المفروض السكينة الحامية. والنبي هقطع الفراخ
طبعا هي سخنه، استنى، سخنه قوي على ايدي، عايزه امسكها بحاجه من غير ما ابوظها يعني. طيب خير خير خير، هستحمل ان شاء الله. انا بقطعها شرايح كده عشان هنحطها على السلطه. ودي طبعا يا جماعه طريقه لشوي الفراخ جميله جدا من غير اي تتبيله وبتبقى تحفه وجوسي. بصوا تعالوا بصوا من جوه عامله ازاي، شايفين منظرها باين مليانه عصاره ازاي. وانا هنرجع الوش يا وعدي. اقطع الصدر التاني سيبوها بقى تهدى شوية لما تيجوا تقطعوا انتوا في البيت، انا مستعجلة كالمعتاد فمش هسيبها. شوية كده ايه، دي وجبة على فكرة لحد عامل دايت، حد حابب ياكل خفيف، حد ايه عايز بس اكله يبقى كده متوازن، كل دي يعني ايه فكرة ظريفة لحد عايز يخفف في اكله. وهنعمل ايه؟ هنيجي بالدريسنج الجميل اللي احنا عملناه ويلا بينا. نوزعه على السلطه كله كله كله. الفراخ هتشرب منه كده وهي دافية والسلطة، وده طبعا اللقطة دي قبل التقديم على طول عشان تفضل كل حاجة في السلطة فريش كده وكريسبي ومقرمشة. يلا بينا نوديها على ناحية التقديم، نمسح مكاننا ونقدم بقية، أو خلونا نقدم بقية الأكل وبعد كده نمسح مرة واحدة عشان أكيد موارد نقط أو حاجة وإحنا بنشتغل. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز تمام جداً، ناخد الرز القمر ونجيب طبق للتقديم، مغرفة ويلا بينا. بصوا بقى حلاوة الرز، بصوا حلاوته ولونه مفهوش غلطة. انا هديله ايه تقليبه وهو في الحله، افكه كده وانزل بيه بدل ما نقعد ايه نغرف ساعه. بس شكرا. نشيل الحلة ونيجي نفرد الرز في طبق التقديم. بس كده شايفين جماله يا جماعه، لونه تحفه ريحته تحفه. تعالوا نوديه عند قسم التقديم وتشوفوه براحتكم بقى. عندنا كمان اليخني، اليخني هنقدمها دلوقتي
على نار هاديه بقى لها كتير من اول الحلقه. يلا بينا. اوبا اوديكي فين يا صح. ندي تقليبه كده نشوف الاخبار ايه واطفي البوتاجاز بالمره. الله انا مش محتاجه والله لا تقل الصوص ولا غيره، كان ممكن اتقله بشويه نشا ولا تقله، ايه رايكم؟ اسيبه صح احلى. هو اختياري، على اللي حابب يتقله بشويه نشا فعلا براحته، اللي مش حابب مفيش مشكله خالص. انا شايفه انه كده خفيف مع الرز هيبقى احلى كتير. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هيجي اللحمه اهي والبطاطس والمش، كل حاجه شكلها يجنن. شايفين المنظر؟ اعواد بقى الزعتر هتلاقوها كده فاضيه. بصوا هتقولوا لي يا حمدي كده معلش، هتلاقوا ان ورق الزعتر كله وقع من عليها ومش فاضل غير العود، فعايزاكم بس كده ايه تلموا الاعواد الفاضيه دي عشان ما تضايقش اي حد بياكل، مش لازم كلها يعني، اكبر قدر يعني. ورق الزعتر بيبقى وقع من عليها كلها وهي فاضيه كده ايه مستنسق يعني، كم ورقه فاضلين ممكن عليها بس حقيقة خلاص خدنا منها الطعم والنكهه وكل حاجه. واليخني كده بقت جاهزه، جزرايه هنا وقعت نجيبها. انا بحب اعمل حاجه، بحب اخد من الزعتر الطازه ودي كده رش على الوش، وهو طازه بيبقى ليه طبعا طعم جميل جدا، قليل كده بس حبه بينزل مع الحراره. الحراره بتقوم على طول مطلعه ريحته. ومظبطاه. هو بس وجبه النهارده ايه، طبق سلطه محترم، هو في حد ذاته وجبه، واللي حابب في عزومه يخليه طبق جانبي مفيش مشكله طبعا. اليخني دي تحفه مع الرز ده، يعني انا عاملاهم متعمده مع بعض لان هما لايقين على بعض، فهم بيمثلوا وجبه. وصحه وهنا يا رب ان شاء الله جربوها وتعجبكم. طبعا الوصفه دي تنفع حرفيا باي قطعيه لحمه بتاخد وقت طويل في السوى، يعني كل القطعيات القاسيه شويه في السوى اللي بتاخد جهد عبال ما نسويها تليق بوصفه زي دي، عشان طريقه اليخني اللي هي الستيو يعني طبخ بطيء لمده طويله كفيل انه يطري نسيج اي لحمه ويخليها اطرب كتير. يفضل طبعا اللحمه ما تبقاش حمراء، يبقى فيها شويه نسبه دهنيه. وصحه وهنا يا رب عليكم. الوجبه النهارده رز بني مقدمينه مع يخني اللحمه، يلا رز بني بالبصل، عاملينه مع يخني اللحمه اللي بالخضار، عاملينه مع سلطه الفراخ المشويه اللي بدريسنج المانجو، وصفه بيتراك النهارده. والاكل شكله عظمه. يا رب ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم وفادتكم. بفكركم ان كل وصفات النهارده اعادتها الساعه
قعدت الحلقة كلها يعني الساعة 8 وربع بالليل، تقدروا تشوفوا الحلقة كاملة. وبفكركم ان كل حاجة عملناها هتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصة بيا سارة عبد السلام بالعربي والانجليزي. او لا سوري، ما بتنزلش على سارة عبد السلام، انا اتلخبطت، تنزل على صفحة القناة بس. سنة اولى طبخ، اسفة اتلخبطت، سنة أولى طبخ مع شيف سارة عبد السلام. صفحة البرنامج بتنزل عليها جميع الوصفات، فيديوهات كاملة ومتقطعة وكل حاجة بتحصل في الحلقة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، رز بني، سلطة فراخ مشوية بدريسنج المانجا، ويخني اللحمة بالخضار، وصفات جميلة جدا. أتمنى يا رب أنكم تجربوها. صحة وهنا، ولينا لقاء إن شاء الله بكرة في نفس موعدنا الساعة 1 في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ. كنت معكم سارة عبد السلام، وغدا لنا لقاء. أشوفكم على خير، مع السلامة. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية، اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب، وتابع كل اللي فاتك.